الاخر. وخلينا كمان نتكلم عن منافسات كاس مصر اللي طبعا الفتره المتوقفه من نهايه الموسم الماضي. خليني اقول لحضراتكم اتحاد الكره خلاص اعلن ان ماتش الاهلي وامبي هيكون ان شاء الله يوم 4 اكتوبر اللي جاي، ده هيكون طبعا في نصف نهائي البطوله، وتحديدا 8 نوفمبر هيكون الطرف بقى الاخير، وبتتكلم عن ماتش الزمالك وبيراميدز عشان يتحدد طرفي. هنا بتتكلم طبعا النهائي لبطوله كاس مصر. ماتشات خليني اقول كلها اكيد مهمه، وزي ما حضراتكم وزي ما احنا متعودين اي ماتش للاهلي بيكون الهدف فيه ان انت تفوز، الهدف فيه ان انت تمتع الجماهير بتاعتك. احنا عايزين نحسم بطوله كاس مصر وكمان تحقق الفوز في كل ماتشات باذن الله الدوري، ودي اعتقد برده مش حاجه غريبه، بس يعني خلينا نقول تاني وناكد، الموسم اللي فات احنا خسرنا ماتش واحد بس بلغه الارقام يا كريم في الدوري، يعني انت تقدر تحقق الفوز في كل مبارياتك هذا الموسم. ما هياش حاجه يتقال عنها مثلا حلم بعيد او غيره، لا ممكن جدا ان هو يحصل. فباذن الله هنرجع نقول بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وكده كده احنا في ظهرك. يعني ماتش كان وحش، بطوله لا قدر الله راحت مننا، احنا مكملين، واكيد الداعم الاول والاخير هو يعني الجماهير زي ما احنا شفنا طبعا.